وإذا كانت القضية دي دكتور مجدي من وجهة نظر حضرتك هي الشعب منوط بيها بجزء والحكومة أيضا عليها جزء، حضرتك اتكلمت في خطة مكونة من 5 مراحل، لو حضرتك برضو نعرف السادة المشاهدين الخمس مراحل دول هيكونوا ازاي، هل التوعية وإدخال المواطن أو إقحام المواطن إن هو يعرف المشكلة وتداعيات المشكلة ومسببات المشكلة أيضا هيكون جزء من المراحل دي ولا إيه؟ هي ليها 5 محاور، المحور الأولاني بيتكلم على التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي وبالذات للمرأة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كل المعلومات المتوفرة عندنا وكل الدراسات بتقول أن كل ما كانت المرأة في وضع اقتصادي أفضل ووضع تعليمي أفضل كل ما يكون عندها الحماس والرغبة أن هي تنظم أسرتها وتستخدم تستفيد من خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة المتوفرة، وبالتالي هيبقى فيه تنظيم أسرة فمش هيبقى فيه فرط الإنجاب بالشكل اللي احنا شايفينه. فإذا احنا المدخل ده بيهتم بقى بأننا يعني أوفر للمرأة مثلا وسائل انها تنمي دخلها الاقتصادي عن طريق المشاريع المتناهية الصغر، عن طريق ان انا كمان بيتم دراسة ان يكون في حوافز اقتصادية على شكل ان الأسرة الملتزمة بعدد اطفال ما يزيدش عن 2 وان هي تكون بتستفيد من خدمات التباعد بين الولادات وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كل ده بيقاس كل 10 سنين وده ممكن يترجم الى انها يبقى فيه نوع من العائد المادي. يعني المرحله الاولى متعلقه بنوع من انواع التحفيز للاسر بشكل او باخر، التحسين وضعهم الاقتصادي علشان خاطر يقدروا يبقى عندهم الامان ان هم ايه ما يعتمدوش على الانجاب الكتير كحل للوضع الاقتصادي، لان في بعض الاسر فكرها انا اخلف كتير اشغل الاولاد واشغل البنات واجوز البنت بدري واعمل الكلام ده، فايه ده بالنسبه له شايفه مصدر تحسين وضعه الاقتصادي، لا انا بامنه بقى بامنك اقتصاديا فانت ايه اظبط لي من ناحيتك بقى حته ان انت ايه الانجاب الغير منضبط. فده المحور الاولاني. المحور الثاني محور خدمي، بمعنى ايه؟ انا بهتم جدا بخدمات الصحه الانجابيه وبالذات على راسها خدمه تنظيم الاسره، بهتم بان انا احسن هذه الخدمه والجوده بتاعتها، اصل بيها للمناطق المحرومه عن طريق حملات وعن طريق عيادات متنقله توصل للاسر اللي هي بعيده عن مجال الخدمه، اوفر الخدمه بالمجان، اتوسع في الوسائل الحديثه، احسن من الجوده، اذا كان في عجز في الطبيبات النساء لان بعض الاسر تفضل ان هي تشوفها طبيبه، اوفر هذا العدد، اوفر التدريب للاطباء والممرضات، خصوصا ان يعني اعتقد ان المستهدف للتوعيه فيما يتعلق بهذا الموضوع ممكن تكون قرى الريف، قرى الصعيد اكتر، فهم هيكون ده بيتماشى مع حضرتك بتقول عليه ان ده ممكن يكون طريقه الفكر. ده طريقة الفكر، لأن هو طبعا برضو الإحصائيات اللي موجودة عندنا والدلائل بتقول إنه الإنجاب أكثر في المحافظات وجه القبلي في القرى بتاعتها بالذات، في مناطق ممكن تكون أقل يعني أكثر فقرا أو كده، فدول لما أنا أوصل لهم وأحسن لهم وضعهم الاقتصادي وأروح لهم بالخدمة لحد عندهم ده برضو هيكون محور يعني يقدر ان هو يحقق نتائج جيدة. طيب انا عايزة اقف مع حضرتك عند المحور ده، بان احنا بنتكلم عن المواطن وان المواطن جزء برضو من هذه المنظومة بشكل او باخر.